التدريب اذا حسبنا اليوم راس الحساب الثاني الاجابه شرط واحد التوجيهات شي مهمه التوجيهات المستقبليه لانه الماء اساس الحياه. التوجيه ديال صاحب الجلاله كان واضحا من اجل يعني الاشتغال المحافظه على المياه لجميع السلطات المختصه وعطانا أمل للشعب جميعا باش نحافظوا على المياه. إذا جات جوج الخطابات السابقه اللي هدفنا على الحكمه الجديده والسلطه الجديده والتجربيه، هذا هي الخطاب الجازي ذاك رافعه وذاك يعني البعد النظري ديال صاحب الجلاله من الناحيه ديال الداخليه وهالفائده. من الناحية الخارجية جا سيدنا الله ينصرو اليوم باش تيفعل تيدعم كيفما هي العدد ديال نصر الله الإخوان ديالنا في فلسطين، تيقترح مرة أخرى يعني بصفته رئيس لجنة القدس الحلول السلمية والحلول الدبلوماسية، وهذا باش نغلب عليه لأنه حفظ الله من ابتدائه عرش أجداده الميامين ويعمل دبلوماسيا أدب الله سيدنا نصره الله حتى يتمكن أن يصل إلى ما يتمناه. شكرا جزيلا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.